وهلا حديث البلد مع بيتي توتال، جاك مخبط وجوزيت أفتيموس. جوزيت أفتيموس، وأهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. بيتي توتال، أنت ممثلة كاتبة ومخرجة لبنانية معروفة، وضيفتنا الليلة لنحكي عن مسرحيتك الجديدة الأربعاء بنص الجمعة اللي عم تنعرض بالأسبوع الأخير على مسرح مونو، وبيشارك فيها إلى جانبك اثنين ممثلين بين محترفين وهواة، منهم جوزيت أفتيموس وجاك مخبط. أهلا وسهلا فيكم. بيتي، تعرفتي على دكتور جاك من خلال أدائه لمسرحيات باللغة الفرنسية، أما جوزيت أفتيموس فزوجها وابنها بيمثلوا معك بالمحترف، واليوم عم بتشارك كمان هي معك للمرة الثانية. بتحبي دائما هالخلطة بين محترفين وهواة، يعني شو السر؟ كثير بحب. أول شيء لعدة أسباب، أنا دائما عندي عدد ممثلين على المسرح، يعني هلا نحن 9 بالمسرحية الأخيرة، آخر بيت بالجميزة كانوا 12، قبلها كانوا 14، فبحب العدد لأنه بحب يكون في عدة قصص وأخلطهم ببعضهم، والمشاهد دائما يلاقي حاله بإحدى الشخصيات، يعمل إيدنتيفيكاسيون. هلا ليش بخلط؟ عدا الاسباب الانتاجيه يلي انا ما بحب احكي عنها. كان عم بحكي عنها استاذ، انا ما رح اجي وهيك، انا قررت، اخذت قرار انه بدي اشتغل لو شو ما كان بالتي هي بدي اشتغل. بحب اذا بدك الحماس يلي بيكون عند الهواة، ويلي هن بيسعوا تيصيروا محترفين، بتلاقي عندهم الالتزام، بتلاقي عندهم الديسيبلين، بتلاقي عندهم الشغف انه بيصيروا يعني يسمعوا كل ملاحظه وبياخذوها بعين الاعتبار، وعندهم هالانرجي هاي يلي بيمرقوها للمحترفين يلي كمان عندهم طاقه، بتصير عدوى. هلا المحترف عنده طاقه وعنده اكيد تكنيك وعنده يعني بيعرف كيف يعني دغري بشلك الدور دغري، بس الخوف اوقات هو هالكليشيات اللي ممكن يقع فيها، وكمان ما بيكون عجينه طريه مثل الـ يعني الهواة. جاك مخبط، انت طبيب امراض جرثوميه وعندك حوالي 12 تجربه مسرحيه باللغه الفرنسيه ضمن اعمال خيريه لمساعده مرضى السيده، هيدي اول مره بتمثل بالعربي، اول شيء كيف حاسس حالك ويا ترى بتعيدها؟ يعني مشجع انك ترجع تكرر التجربه بالعربي؟ ايه اكيد. اولا يعني طريقة العمل مع مدام توتل كان كتير فريدة من نوعها، لأن تألفت المسرحية بوجودنا وعشنا تأليف المسرحية مع لبيتي، وهيدي لقيتها فعل عظيم، يعني كان في تفاعل بيناتكم، تفاعل هائل، وبعدين طلعنا بآخر المسرحية كلنا نحن متملكين كأننا نحن يعني عايشين، بيقولوا ايه عايشين للمسرحيه، يعني مشاركين فيها مش بس تمثيلا، يمكن بالروح بالافكار بكل شيء، بالافكار الكتابه بس هون، بس الكتابه والافكار لبيتي ما فيش اي شك، بس انه كل واحد عطاها تطورت يعني ناخذ كل جزء لحاله نقعد نشتغله نرجع، يعني كل جزء يتطور نحن نتطور مع الأجزاء المسرحية عم نشوفها عم تنمى قدامنا، يعني هيدا الجميل اللي طلعت فيها، مش مثل المسرح اللي نعمله كنا عادة انه ناخد نص مكتوب من كاتب شهير كذا ونقعد نتعلمه حتى نعمل الإداء، بيصير الإخراج إخراج للمسرحية اللي هي مكتوبة. مدام جوزيت، بالحيث أنت موظفة بنك وبالمسرحية أنت وجاك مزوجين من 40 سنة، بس الله ما رزقكم أولاد، وأخذي دور المرأة القوية اللي بتضلها تنقع زوجها وتعيط عليه، وبس هو تقبع معه يعني مثل ما بيقولوا ويغضب بصير بدها سترة وما بتعرف كيف بدها ترضيه، قديش أنت بالحقيقة نقع؟ أبداً أبداً أبداً.
يعني يمكن في كثير اشياء بتشبهني بماتيلد بالحياه المضبوطه الا النق. يعني واضح على وجهك منك هالشيء. ما ابدا ما بحب النق، بالعكس يعني انا من النوع يلي بخلي بقلبي يعني اجمالا وقتها بكون زعلانه بيسالوني بالبيت شو بكي؟ ماشي. من هالنوع يعني اللي ما بحب اقول شو عم بفكر او شو ما بتعبري حتى عن الاشياء اللي بتزعجك. يعني بنزعج وقتها بعبر كثير عن شو بحس. فابدا يعني مش خلقه فيي. هلا كل الفريستراسيون تبع كل هالسنين اللي حطتهم بقلبها طلعوا بوجهك دكتور جاك. يعني ولا من وقت للتاني هيك على زوجك اوقات ابدا؟ لا لا انا شادي بنتي بتعرفوا لزوجي. لا زوجك الحقيقي وديعة أفتيموس بيمثل معكم بالمسرحيه، ليش ما اخترتكم عم برايك بنتي حتى تكونوا كمان كوبل على المسرح؟ مكفي مقبرين بالبيت. لا ولا مره يعني انا بجرب اعطي دور مختلف جدا وعكس رضاني عطيتيها دور مختلف عن طبيعتها وعكس عن يلي كان بهديك المسرحيه لانه ما لهم علاقه ببعضهم. يعني بالمسرحيه قبل شو كان دور؟ ومش بس هيك دوري. بهديك المسرحيه كنت انا امه لجوزي. كان امه لجوزها الحقيقه. قد ايه بتكون انبسط بس فيها للخبرين؟ كانت بيتها بهديك المسرحيه. كلهم صاروا يقولوا لي انه يي وكيف وما بيسوى انه عم تلعبي امه لجوزك بس بدك تلعبي مع جوزك. بيتي وجاك وجوزيت حتى نعرف اكثر عن شو عم نحكي بدي اطلب منكم تطلعوا ثلاثتكم سوا بالكاميرا وتقولوا بلاير باسم. يلا بلاير باسم على خشبة مسرح مونو مسرحية جديدة كوميديا اجتماعية ابتداء من 28 الثاني للحجز مسرح مونو 01-20-24-22 أو جميع فروع مكتبة أنطوان. مسرحية الأربعة بنص الجمعة، نص وإخراج بتي توتل وتمثيل كمان. بتي الحبكة الحبكة تسعة أشخاص من أعمار مختلفة بيلتقوا كل نهار أربعة يعني بشكل عفوي يعني مش مقصود بأحد الشوارع الساعة 5 وبيخبر كل واحد منهم عن مشاكله مع موضوع الزواج بس بنهار معين وبنفس التوقيت رح يحصل شيء يجبرهم أنه يقضوا وقت أكثر بهالشارع. بتي بالمسرحية لما بتقلك إحدى ما رح نخبر شو هو الشيء حتى ما نروح المفاجأة. بتي المسرحية لما بتقلك احدى الشخصيات بدي اتجوز حتى ما احس بالوحده بتقولي لها الانسان ما بحس بالوحده ما بتذوقي طعمه الوحده الا ما تتجوز الا ما تتجوزي. قديش انت تنعى بالحياه كمان بهيدي الجمله اللي قلتيها؟ في اكيد في شيء بتحسه الامراه يعني انا بالمسرحيه بفسر ليش. يعني بتقول كمان بتقول انه ما هي مع عشقه الاولاد والشغل والمسؤوليات بتنسى حالها الوحده. اوقات فبتحس حالها لحالها بعد بس يكبروا او بس يناموا او بس يروق البيت بتحس انه هي ما طلعت اوقات بحالها بالمرايه ما لحقت نسيت حالها. فأكيد في يعني في شيء مزبوط باللي عم اقوله بس مش كل شيء بينقال على المسرح بده يكون بتبنش الممثل شخصيه. مزبوط يعني نحن وبالعلاقه الزوجيه بتحسي انه يعني بفترات معينه بيقدر الزواج يقطع بمراحل معينه يحس احد الشريكين فيه انه وحيد؟ اكيد يعني ما رح كذب وقول لا اكيد لو ما هيك ما كنت كتبت المسرحية وما كنت كتبت هالشخصية بالذات. بس مش يعني شو لازم يعمل بهي الحالة قال له اوه انا هون؟ لا هو احلى شيء لا هو تعملي مسرحية وهو بيسألك بعدين انه ليه كتبت هالمسرحية؟ يعني بشغلك تلفتي له نظره بشغلك بعتقد هيدا لا يعني لا بغض النظر الحمد لله انا عايشة مع زوجي ومشوهدين وعندنا اربع اولاد الله يخليهم بس احنا بعدك مع زوجك وكذا وهيك لازم تشوفي حكيم باسرع وقت. حكيم موجود بالمسرحية. جاك مخبط وجوزيت أفتيموس فينا نشوف شي مشهد من المسرحية بيناتكم هلا غير اللي بالأوضة هلا بدنا نلعبها
ما في سين بالأوضة للأسف. ما في سين؟ بالشارع كل المسرح إلا بالشارع. هلا إيه بالشارع معلش فينا نقوم إذا بدكم فينا نتحرك. بس بيتي يعني شافت أدائكم هلا جورج الهوب رح يشوف كم مشاهد ويقلكم كيف هالأداء عمل يكون. بس هيدي صعبة كتير هلا عم تطلبي منهم شيء بس رح يعملوه. بس رح هلا أكيد مع التياب والأكسسوارات وجو المسرح هيدي انه راح نجرب يعني اول مقطع بنبين فيه بالمسرحيه. نعم جربوها بلا تياب. من وقت ما طلعت هالبنايه بوجهنا مثل الخازوق اختنقنا. بعدين دخلك على شو بيعملوا لي هالبنايات السوبر دولوكس؟ كل بنايه قد شارع وبتضل شاقهم فاضيه وعم بتصوفر وما حدا معه يشتري فيها. رؤية ماتيلد ما بدها هالقد. صرنا مضطرين نظهر من البيت تنشوف وجربنا ولا فرجلا قديش كان بالكوننا شريح؟ هلا ابدا اللي قاعد بمقبره هول مش مطولين تنقعد فيها. يه بعد الشر عن قلبي انت بدك تموت الطفل. العمى شبوم ما يا ماتيلد انا ما رح يتغير علي شيء. حاسس حالي قاعد فيها هالمقبره من 40 سنه من وقت ما تجوزنا. بنايه او بلا بنايه بوجهنا طول عمري مضطر اظهر من البيت على البلكون تدخن سيجارتي. شتي برد هوا ثلج شو بتفرق معك انا؟ لا بس عن جد شو رايك يعني اليوم نحن قدام اثنين هوات يعني شو رايك؟ هول هوات عندهم شغف المسرح ومتدربين عليها وبالفعل ادائهم كثير حلو يعني وطبيعي مو طبيعي طبعا وهذا ما بدون اكسسوار وبدون شيء يعني. بتي انت ودكتور جاك ومدام جوزيت بتأدوا ثلاث شخصيات من اصل تسعة الى جانب هشام خداج عبده شاهين جاسي خليل اندري ناكوزي جوزيف ووديع افتيموس ووليد ابو حمد واللي موجه لهم تحيه فردا فردا ويا ريت كان فينا نستضيفهم كلهم سوا. بتي بدنا نقول انه اعمالك مثل حضورك دائما حلوه ومحببه وبعتقد انه كتار رح يقصدوا مسرح مونو قبل الاحد جاي جورج شلهوب رح تروح تحضر أجرب قبل الأحد الجاي ليشاهدوا الأربعة كيف بتكون الأربعة نص الجمعة مع العلم أنه الأسعار مدروسة وبتتراوح بين 15 و30 ألف ليرة لبنانية. أي أيام؟ أسبوع يعني عندنا 3 4 5 جمعة سبت أحد ماتيني سواري.